الذي يشجع على الاستثمار. وفي إطار الشراكة دائما وبعد 20 عاما من التوقف، عاد المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر بعد بعث نشاط وحدة التوضيب والتوزيع بولاية الجلفة مستفيدة من دعم الدولة عبر مختلف الآليات، وهو ما حقق انتعاشا اقتصاديا وفتح العديد من مناصب الشغل. الروبورتاج لزكريا ميهوبي. بعد توقف تجاوز 20 عاما، المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر يعيد مطلع هذه السنة فتح مصنع توضيب وتوزيع الإسمنت بالجلفة في مرحلة أولى تتراوح فيها طاقة التوزيع بين 60 و80 طن يوميا. عندنا 4 وحدات لفائدة المجمع الصناعي لإسمنت اللي هو معروف جيكا، وكما لاحظتوا عندنا مستوى بلدية الجلفة المصنع للتوظيب وتوزيع مادة الإسمنت اللي كان مغلق لمدة 20 سنة أصبح الآن يعني يعمل يشغل فيه ويشغل عدد هام من المواطنين. وفي السياق، أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية بالجلفة تسير الحركية التي أحدثتها نماذج لوحدات صناعية استفادت من دعم الدولة وأنعشت سوق العمل. عندي وليدات، عندي 5 والحمد لله خدام ماسوري. انا من باجارة متزان، جيت لهنا على جال خبزة الحمد لله لقيت خدمة هنا، يعني خدام. سرجي من البريك، نجي من مقران، سرجي منه ندير ديرت مقاول. تم لا رياليزاسيون دو بروجي وديمارا في 2000 في جويي 2000، ويشكل حاليا 172 عامل. ضف إلى ذلك ونتيجة عمل اللجنة الولائية للمساعدة وتحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، الكالبيغاف مصنع هنا للأسلاك والشبكات الحديدية مستفيد من الدعم وخريجي الجامعات. عندي ديبلوم انجينير ان الكتروتكنيك، انا شادين هنا لا برودكسيون، انا ديريكتور تكنيك تاع لونيتي دو برودكسيون. هذه الشركة حديثة الانجاز، عدنا واحد تقريبا 2 عامين واستفدنا من العقار. الحمد لله الدولة عاونتنا في كلش، دارتنا السيستم تاع لوندي هذا، سمع عفاتنا من الجمركة، عفاتنا من بليزير افونتاج. عدنا هي مشاريع يرى المعنيون أنها قد تغطي احتياجات السوق المحلية وتنفتح على السوق الوطنية.